أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهله فلا يحوي نزقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثانية في شرح برنامج الرابط أركيتكتشرال، وعنوان هذه المحاضرة هو Adding Projects Level، سأقوم بإنشاء الليفلات أو تحديث الليفلات. عندنا هنا في الفيوز تحت الفيوز فلور بلان عندنا عدة ليفلات قد كونت أوتوماتيكيا عندما اخترنا تمبلت خاص بنا، وسأقوم بتعديل هذه الليفلات. أذهب إلى الإليفيشن بولدينج إلى الإيست أو نورث أو أي إليفيشن لتظهر عندنا الليفلات. سأقوم هنا بحذف هذه الليفلات لأنني لا أحتاج إليها، فأختارها ثم أضغط ديليت. أوكي. الآن سأقوم بتغيير أسماء وإليفيشنات الليفلات الموجودة وإنشاء ليفلات جديدة. أذهب إلى الليفل الأول، دبل كليك عليه ثم أعدل اسمه وليكن 00 Foundation. Foundation يسألني Would you like to rename corresponding view؟ نعم. وكذلك أغير ال elevation ب minus 1800. الآن أذهب إلى level 1 ودبل كليك عليه ثم أغير اسمه بال entry level. entry level. اوكي. واذهب الى الليفل الثاني، اغير قيمة elevation الليفل الى 3 أمتار و750 مليم، واغير اسم هذا الليفل الى second level. أعدل هذا الليفل، أرفعه. الآن سأقوم بإنشاء ليفلات جديدة. الليفل الثالث سيكون على ارتفاع 7 أمتار و50 سنتيم. أذهب إلى هذا إلى البيسك وإلى الليفل، أختار الليفل. يظهر لدينا هذا الشريط، منه أختار هذا الأيكون وأحدد الأوفسيت بقيمة معينة ولتكن 3 أمتار و750. ثم أذهب إلى الليفل الأسفل وأضغط عليه، سوف يتكون لدي ليفل كما ترون آخر، مقدار الأوفسيت هو 3 أمتار و75 سنتيمتر، فيكون ارتفاعه أو إليفيشن 7 أمتار و50 سنتيم عن 0.0. أغير اسم، قبل تغيير اسم أرفع التفعيل، أذهب إلى موديفاي أرفع التفعيل وأغير اسم level 7 إلى third level. نعم. وبنفس الطريقة
أذهب إلى الليفل من بيسك أذهب إلى الليفل وأستطيع أن أختار هذا الآيكون والذي هو بيك لاينز أو أتركه على الدرو. عندما أذهب إلى ساحة الرسم هذه سوف ترون أن ارتفاع سوف يظهر عندي هذا الدايمنشن، وأريد الارتفاع يكون 3 أمتار و75. أضغط هنا ثم أضغط سكيب للخروج من الأمر. أصبح عندي الإليفيشن بشكل معكوس، فأختار الإليفيشن، أرفع التأشير من هذا الجانب وأثبته في هذا الجانب، يظهر المارك هنا. الآن أغير قيمة الإليفيشن ب 11,250. الآن أذهب إلى الليفل، ثم هذا طبعا هو الليفل الرابع، ثم أكون الآن الليفل الخامس بنفس الطريقة. ثم أضغط سكيب الآن أعدل الإليفيشنات ب 15,000 ملي 15 متر، ارتفاعه 15 مترا، والأخير 18 مترا، 750 مليمتر. وأغير اسم الليفل هذا إلى 5 روف، وأغير اسم هذا الليفل ب 4 روف. ويلاحظ هنا أني كلما استحدثت ليفل فإنه يستحدث في هذه المنطقة في الفلور بلان وكذلك في السيلينج بلان. وبهذا أكون قد انتهيت من إنشاء الليفلات، وانتهيت أيضا من الدرس الثاني في شرح برنامج رابط اركيتكتشرال والذي كان في ادينج بروجكت ليفل. ان شاء الله محاضرتنا التاليه سوف تكون عن كرييت ا كولوم جريد.